صباح النور من جديد مشاهدينا، مرحبا باللي التحق بنا الان مره اخرى. صباح النور راويه والى كل مشاهدينا طبعا وخاصه في العراق. نحكيه على طبيب خير او فاعل خير. هو برنامج اسبوعي بدا بثه قبل اكثر من عام ونص، لقى يعني لغطا كبيرا الى درجه ان النقابه الوطنيه للصحفيين العراقيين اصدرت في الاول من ابريل نيسان بيانا طالبت فيه باعاده النظر في صياغه فكره البرنامج او ايقافه. إذن البرنامج كوميدي، لكن تهمته الأساسية هي إثارة غيرة الزوجات والتعرض لكرامتهن. للوقوف عند هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا مقدم البرنامج عمر محمد مباشرة من بغداد. أهلا بك عمر. يعني بداية مبروك على نجاح البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ماذا تقول بكل الذي تتهم به التعرض لكرامة المرأة العراقية؟ بالبداية صباح الخير ست راوية، وصباح الخير والمحبة عليك أمين. شكرا. وأكيد صباح الخير والمحبة والسعادة على كل مشاهدي ومتابعي التلفزيون العربي وبرنامج صباح النور تحديدا. أنتوا ذكرتوا بالبداية أنه تعرض هذا البرنامج إلى لغط، لكن ما ذكرت أيضا أن هذا البرنامج تعرض أيضا إلى إعجاب ومحبة أكثر من مليون، حتى لا أبالغ أقول مليون. هنأتك بالبداية على نجاحه، محبة وإعجاب أكثر من مليون. هنأتك على نجاحه. احنا ذكرنا اللغط لكن ما ذكرنا، لأن كثير من الرسائل تجي وتطالب وتنتظر الحلقات. البرنامج ما أعتقد أني بقناعتي الشخصية ما بأي إهانة للمرأة، والدليل أنه المئات من النساء قبل تصوير البرنامج ألقاهم واقفين ينتظرون حتى يشاركون بالبرنامج، وهذا الشيء يمكن أعتقد غريب بالنسبة للبرامج اللي تقدمها على الساحة الإعلامية. يعني احنا دائما نشوف بمجتمعنا العربي تهرب من الكاميرا حتى من الرجال ليس فقط من النساء، لكن صدقيني عمر محمد من يدخل للمول او يدخل في اي اسواق حتى يعلن انه اليوم في حلقة لتصوير برنامج طباب خير، تشوفين كل الناس تتسابق حتى تشارك ببرنامج طباب خير، على العلم انه هم على دراية بفقرات البرنامج وبالقفشات اللي ممكن نقدمها من خلال البرنامج وفقرات البرنامج. طيب استاذ عمر، خلينا احنا ناخذ اكثر تفاصيل، اكيد لانه يمكن بعض المتابعين عنا الان واللي يتابعونا ما عندهمش فكره عن مضمون البرنامج، هيك خلينا نفهموا مضمون برنامج طباب الخير باكثر تفاصيل. نعم استاذ ايمن، بصراحه هي الفكره اجتني، كنت بالصدفه دا اجري معامله باحدى محاكم بغداد، فشفت نسبة طلاق كبيرة. يعني حتى سألت أحد المحامين قال لي إحنا بالوطن العربي على الإطلاق مو فقط بالعراق نعاني من نسب طلاق كبيرة. قلت له شنو الأسباب؟ قال لي أغلب الطلاق اللي تحدث بالمحكمة هي بسبب غيرة المرأة على زوجها، غيرة المرأة بين قوسين مو سبب ثاني، هذا السبب. طيب غيرة المرأة على شنو؟ من امرأة أخرى، من كذا من كذا. طيب أنا قلت بداخلي أنه هاي لابد أنه تكون فكرة من خلال برنامج أصنعها، حتى ممكن أنه نوصل رسالة من خلال البرنامج أنه طيب ليش ما يكون الحب والثقة ما بين الزوج والزوجة هي أكبر من الغيرة؟ أوكي الغيرة هو حق شرعي للمرأة مثل ما هو أيضا حق شرعي للرجل، من حقه أيضا يغار على المرأة. طيب ليش ما يكون الحب والثقة هو عنوان علاقتهم؟ ليش دائما تكون الغيرة هي الطاغية؟ ليش بسبب الغيرة تصل المرحلة إلى الطلاق لا سمح الله وتهديم أسرة، وبالتالي أيضا ممكن يحدث يعني تشرد بالعائلة وحتى الأطفال؟ لذلك حبيت أيضا أوصل رسالة من البرنامج أنه خلاص لازم أن يكون الحب والثقة ما بين الزوجين هي أكبر من الغيرة. بالمناسبة برنامج طباب خير، يعني المشهد أنا أكرر يعني من خلال البرنامج دائما أقول للمشتركين أنه حاليا التحدي هي فقرات تحدي، مشهد تمثيلي، مشهد تمثيلي من حقكم تنسحبون إذا شفتي هذا المشهد صعب عليك، مشهد تمثيلي وليس حقيقة. نعم نعم. حبيت أمازح غيرة المرأة بهذا الموضوع، وخلينا نشوف إلى أي مدى ممكن أنه
تتحمل. البعض من عندهم ما قدر خلاص عمر، مع العلم هم يعرفون فكرة البرنامج، والباقي لا خلاص استمر وخلاص أنا عندي ثقة بزوجي، أعرف إنه زوجي حبيبي. نعم عمر. ومرجع عائلية أنا زوجته وأم أطفاله. نعم. نعم. طيب أنت تقول بأنه تريد أو كان هدفك ممازحة غيرة المرأة، ولكن يعني النقابة عندما أرادت إيقاف برنامجك قالت بأنه برنامجك عم بهين المرأة وهو غير صالح بالنسبة للعائلة العراقية. سأسلم جدلا معك بأنه أنت تريد، بس اسمح لي في مقابلة أخرى كمان هنا بدي استذكر مقابلة لك على البي بي سي، بتقول أنه هدفك هو تغيير الصورة النمطية عن المجتمع العراقي، وبأنه للرجل والمرأة نفس الحقوق، مثل ما الرجل يذهب إلى الكافيه ويجلس ويظهر على التلفاز ويجلس ويتحدث، المرأة العراقية غير مسموح لها أو لا تظهر بنسبة كبيرة على التلفزيون، وأنت هنا الذي تقوم به هو إظهار المرأة العراقية بصورة المرأة الغيورة اللي أحيانا تضرب الفتاة اللي هي الموديل بتكون معك العروس، أو أحيانا بتظرف دموع مقابل جائزة مادية هي في الأغلب تلفزيون. هل برأيك أنت هنا تخدم المرأة العراقية؟ أين إعلامك وأين برنامجك من أسامي نساء عراقيات برعنة مثل الدكتورة زينب ياسين التي حصلت مؤخرا على براءة اختراع قدمته، عن الباحثة العراقية إقبال لطيف، عن أسماء عراقيات كثر هني بحاجة إلى منبر ليطلعوا ويقدموا اختراعات وإنجازات بالنسبة للعراقيين. أنت ماذا تقدم؟ هل أنت فعلا طباب خير أو فاعل خير، ولا هدفك فقط الشهرة ومواقع التواصل الاجتماعي؟ لا لا لا، احنا على الاغلب اسماء البرامج هي مو شرط انه تكون حرفيا نفس فكرة البرنامج. نعم طباخ خير، ذكرتي قبل قليل انه هذا البرنامج صار له سنة ونص على الساحة العراقية، ونسبة المشاهدات هي مثل ما هي، مو نعم بالفترة الأخيرة هو حصل على الملايين بسوشيال ميديا، لكن طبعاً بخير دائما أفكاره متغيرة ما بين حلقتين أو ثلاث حلقات. يمكن حلقة يوم أمس كانت تختلف جذريا عن المشاهد اللي شفناها على البي بي سي مثل ما ذكرتي، تختلف المرأة نهائيا، ماكو أي فد شيء يخدش غيرتها وكذا، كان المقلب على الرجل تماما. وأتمنى يعني لو كان أكو مقطع تشوفوه، كان المقلب على الرجل وكان الرجل هو الضحية، وبالأخير انقلب إلى الطرفة وأصبحت مجرد ذكرى. وبالأخير أقول نعرض الحلقة، يقول لا خليها حلوة حتى أشوفها الأطفالي، المشاركة هي أجمل ذكرى. نعم. مع برنامج طباب خير. نعم. بما يخص النساء اللي ذكرتيهم وانتقدوا البرنامج، كلهم انتقاداتهم محترمة، وبالعكس المرأة العراقية محط تقدير، وأنا أتشرف بهم وأتشرف أيضا حتى بانتقاداتهم، لكن أكيد كل إنسان إلى قناعته الشخصية. أنا فكرتي بالبرنامج نهائيا ما بها يعني ما أعتقد بها 1% بها إساءة للمرأة العراقية، أو أحب أسيء للمرأة العراقية. أكثر فقراتي ببرنامج طباب خير، وأعتقد من الحلقات اللي من بداية سنة ونص أنا دائما أقدس المرأة، دائما أبحث عن مظلومية المرأة، دائما أبحث عن حقوق المرأة، وتحديدا في برنامج طباب خير. ممكن تطلعون على الحلقات اللي سبقت، يعني اللي طلعنا 5 أشهر أو 6 أشهر أو 4 أشهر. طبعا نحن اطلعنا على الحلقات اكيد، وشفنا برشا حاجات، ولكن فعليا كحكيت لي على الحلقه الاخرى، هل هو يمكن انه حبيت هكا شويه انه تسمع ما صدر عن نقابه الصحفيين في العراق، هذيك علاش خليك انه تغير بعض الشيء في البرنامج؟ لا عفوا، النقابه الوطنيه، من النقابه الوطنيه للتصحيح. اي النقابه الوطنيه صحيح، عذرا. يعني هل هذا خليك انه تغير او لا؟ لا لا، أنا ما ملزم. نعم الانتقادات أخذها بنظر الاعتبار، لكن ما ملزم بأي تصريح أو أي كلام يصدر هنا وهناك. أنا مرتبط بقناة رسمية، قناة فضائية، عندي مجلس إدارة، عندي مدير دائما أنا أجلس وياه، يعني طبعا أيضا أحب أوجه له التحية، دائما أتناقش وياه بكل التفاصيل خصوصا اللي تخص برنامج طباب خير، وهو شخصية داعمة للبرنامج،
ويعرف قيمة البرنامج. هو دائما اشد على أزري من أجل أنه أقدم دائما الأفضل. لأن احنا نعرف دائما الإعلامي إذا ما يحصل دعم معنوي قبل الدعم المادي ما راح يبدع وما راح يقدم الأفضل. أيضا تعقيبا بس نقطة بسيطة، احنا دائما نقول نساوي بين الرجل والمرأة إلا في نقطة معينة، كما ذكر قبل أيام بالبي بي سي أنه ليش ما عمر محمد يسوي الفكرة عكسية يجيب رجل مع المرأة. بصراحة احنا نعرف أنا وحضرتك وكل المشاهد الكريم أنه نعم نساوي بكل شيء إلا في هذه النقطة، لأن احنا نعرف أنه الشرع أو احنا كمجتمعات عربية نعرف أن الرجل من حقه مثنى وثلاث، يعني من حقه يتزوج أربعة، لكن المرأة أكيد ما من حقها. لذلك يعني ممكن أنه بي نوع من أنواع الشرعنة للرجل بما يخص هذا الموضوع من حقه أنه يتزوج. احنا دائما بمجتمعاتنا العربية نؤمن، وخصوصا النساء مع جل احترامي، أعرف هذا الكلام شوية يزعج النساء، نؤمن بكل الأمور الدينية حتى وإن كنا علمانيين إلى بامتياز، لكن نعرف أنه الزواج الثاني والثالث هو حق شرعي. لكن نفهمك، ولكن مثلا عذرا عمر، ولكن مثلا وقت اللي نحكيه عذرا فقط، لكن تعقيب لأنه كي نحكيه على المجتمعات العربية عامة أنه الشرع يخول لك زواج أربعة، في تونس ما عندكش الحق تتزوج إلا واحدة بالقانون، يعني مش كل المجتمعات العربية. هذا قصدي اللي حبيت نعقب عليه. بالتأكيد أكيد القوانين، بعض قوانين الدول تختلف عن يعني ما جاء بالشريعة الإسلامية. أكيد هذا كل دولة لها حرية وضع أو أنه تسن القانون اللي تشوفه مناسب لها حسب ما تشوفه مناسب. بالمناسبة إحنا يعني بالعراق أنا مع 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 تعدد الزوجات بما يخص العدل. احنا هذا ليس صلب موضوعنا، لكن صدقني يعني هنالك تقارير كثيره 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 بما يخص النساء، يعني المقارنه ما بين عدد الذكور والاناث بالعراق بسبب الحروب اللي تعرض لها العراق، وايضا داعش وحرب حرب الثمانين وحرب التسعين وغيرها، يعني اصبحت هنالك يعني من نسبه كبيره يعني ما بين عدد الذكور والاناث. يعني هذا رايك تقارير لاحدى الدكتورات بس في برنامج الصباح اللي كان وياي تقول لي صديقني عمر اذا نعلن هذا الموضوع لو كل رجل يتزوج ثلاث نساء ايضا سوف لن يحصل هذا التكافؤ اللي احنا نتمناه ونرجو له. يعني مشاكل كبيره احنا حصلت بالعراق، ليس في فقط في هذا المجال، بمجالات كثيره لا تعد ولا تحصى. نعم. اذا شكرا لك المقدم التلفزيوني عمر محمد ويعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا. شكرا لك. هي اراء تعبر عنك انت. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.